لأول مرة إحساسي طلع كداب، ما حبتنيش ومش شايفة أنا غير أصحاب، وطول الوقت كانت هي بتحاول لكن فشلت، محاولتها انتهت بعذاب. طلعت بجد واهم نفسي بيها، ما كنتش عمري أقرب حد ليها، ده كان لو حد يسألني عليها بقول أنا روح طب روح بس واسأل. بس ازاي اصدقها يا قلبي، ازاي دي معرفتش تفرقها ما بين بتحبنا وبين انها واحدة، ما كتبتناش وانا هنكون في اوراقها. طلعت بجد واهم نفسي بيها، ما كنتش عمري أقرب حد ليها، ده كان لو حد يسألني عليها عليها.